الشورى الانتقالية من السيد النائب عن هذا مجلس قضاء بجاية. عليكم الزول في الاول مره نعطيكم الصحه الجميع وين يساهم من باش تنجح المهمه ياكيا. الدوسي نخدم ارغازي ويخدم 86 طاوا 3 بريزيدي دال سنت طاوا فوار شاك فوا قاد ناس يسعه توي سعاره بخام الورث بريد يدير تزمع عندي لي دالو لي الدوله السعيه دوماج وريح ديرها راه وركازي صافي توازون في مجبور لا شو ما تهدو في وراوي. اهني الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 62 وعيد الاستقلال والشباب، وكما احيي فخامة رئيس الجمهورية والوالي ورئيس دائرة سقطي العين ورئيس البلدية على المجهودات الجبارة لتوفير سكن لائق للمواطن الجزائري، وأعبر عن فرحتي اليوم بمناسبة إحياء الذكرى 62 عيد الاستقلال. ولاية البجاية تشهد اليوم يعني على غرار ولاية كل القطر الوطني عملية توزيع أكثر من 7400 وحدة سكنية من مختلف السياق، والتي تعتبر من أكبر العمليات التي شهدتها ولاية بجاية. إذن من بين هذه 7400 عندنا أكثر من 2090 مسكن عمومي إيجاري لفائدة المواطنين عبر مختلف 6 بلديات، كذلك تسليم مفاتيح العدل أكثر من 2700 وحدة سكنية، وكذلك 2500 مقررة استفادة من إعانة سكن ريفي بالنسبة ل 52 بلدية، كل بلدية الولاية استفادت من إعانة، بالإضافة إلى سكنات كذلك من الصنف التلقوي المدعم. هذه العملية ليس غير يعني 5 جميلة، إن شاء الله تتواصل هذه العملية خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، وذلك من خلال تسليم المشاريع التي هي في قيد إنجاز. كل هذه العمليات هذه المنجزات والعمليات ان شاء الله تتجسد ميدانيا وتظهر مجهودات الدوله الجزائريه في توفير سكن لائق لمواطنيها، وذلك تطبيقا لتعليمات وتعهدات السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.